العنف الأسري هو من أكبر انتهاكات حقوق الإنسان، وعالمياً خلال 12 شهر تعرضت نحو 243 مليون امرأة بين 15 و 49 سنة للعنف الجنسي أو الجسدي من شريكة. ومع استمرار الحجر الصحي بكل دول العالم للوقاية من فيروس الكورونا، زاد العنف ضد النساء والفتيات. بما أنه مستويات العنف ضد المرأة عالية بلبنان، من المتوقع أنه يزيد العنف بجميع أشكاله، وخصوصي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. أنت مش لوحدك، وحقك تطلب الدعم. للحصول على أي استشارة أو دعم، ما تترددي تتصلي بالرقم الآمن لمنظمة أبعاد 8178-8178.